أصدقائي الأعزاء، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بقناة أسرار آدم. اليوم عم بعمل حليب عم روبه للبن. جبت 3 لتر حليب، جبته من مزارعين يعني طازة كامل الدسم، غليته لحتى ما فار الحليب، بس فار شوي صغير، طفيت الغاز، شلت القشوي عنه، وبذات الوقت كنت عم بحضر عندي لبنة. ما عندي أنا هون، جيب معي لبنة من لبنان، ما عندي لبن. هيدي اللبنة دوبتها ملعقتين كبار، دوبتها ب 250 مللتر مي، وحطيتها هلا بالحليب وحركتها. من بعد ما شلت القشوة، هيدي القشوة اللي شلتها، حركتهم، والحرارة لازم تكون ماكسيموم بين 30 و 40 درجة حرارية إذا عندكم ميزان مثل هيدا، أو طريقة القديمة اللي كانوا يعلمونا عليها جدودنا، نحط إصبعنا لمدة 10، نعد للعشرة، إذا تحملنا يعني أوكي صار ماشي الحال. هلا بما إنه خلصت هالبروسيدور كلها، هي بسيطة كتير منا معقدة أبدا، رح أغطيه، غطيته ورح لفه بحريم وشيله بمحل لمدة بين 8 و12 ساعة بمحل دافي ما حدا يدقره أبدا، لحتى يقطع الحليب وتحول للبن. ورح فرجيكم من بعد ما نحوله للبن كيف بنحوله للبنه. هيدا الشريط الفيديو بخص معظم المغتربين بالعالم الغربي والعربي واللي ما عندهم لبنه، واللبنانيين اللي مشتاقين للبنه البلديه واللي ما بيقدروا يحصلوا عليها، مثل هون ببلادنا باوكرانيا وروسيا ما في منها هيدي اللبنه، فيش الا سميتانا اللي هي ساور كريم. فهي الطريقه لعالم اغترابي كتير سهله وكتير بسيطه، وانا حاضر لاي سؤال تسالوني اياه. لبكرة إن شاء الله كمان بنشوف كيف صار لبن، رح فرجيكم عليه. هذا هو اللبن، شغل البيت ممتاز لكيف هو. هلا بدي اقطع منه لبنة بلدية، نصهم رح شيلهم بالبراد ناكلهم كلبن، ونصهم رح اقطعهم لبني. وطبعا ما حانسى انه شيل شوي منهم للروبي للمرة الجاي. والحمد لله رب العالمين، قديش هو الترويب حساس، نجح بامتياز. ولحتى اقول كلمة امتياز وكون واثق منها، رح دوق اللبن هلا واتأكد منه. مثل ما تعودتوا علي اصدقائي ومشاهديني باسرار ادم، كل اللي بنعمله ما في ابدا اي نوع من الخدع والمراوغة، كله 100% بيكون صحيح. بس ولا اروع من هيك نكهة لبن دقته الا على ايام المرحومة امي وستي صراحة. الى اللقاء للفيديو القادم ان شاء الله.